يسأل عن كفارة اليمين، هل يجوز إخراجها دراهم نقود؟ لا، ما يجوز، لأن الله قال كفارته إطعام 10 مساكين، والإطعام غير النقود، فتشتري طعاما وتوزعه على 10 فقراء، طعام ما هو بنقود، هذا لفظ الآية، كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون، ما تطعمون طعام، أو كسوتهم، تعطيه ثوب يلبسه، كل واحد من الفقراء 10 تعطيه ثوب يلبسه إذا كان مما يلبسون الثياب، أو سترة وبنطلون اللي يسمونه إزار ورداء، حسب العادة، حسب لباس البلد، تعطيه ما يلبسه مما يلبسه أهل البلد. نعم.